خلينا نشوف وضع المترو. محمد عبد الهادي متحدث باسم احمد عبد الهادي، متحدث باسم هيئه المترو. استاذ احمد، الوضع في المترو ايه؟ لانه مفيش تكييف والناس بتتعب جدا في الحر ده. وحضرتك الوضع في المترو ان المترو يعمل بكامل طاقته حاليا، ان مترو احنا دفعنا بشراء 20 قطار مكيف للخط الاول، ثمنهم 2 مليار و200 مليون جنيه. تم تشغيل حتى الان 13 قطار، جاي 7 قطارات بندفع كل اسبوعين بقطار، القطارات جايه 11 قطار من شركه روتم الكوريه، وعندك 9 قطارات من شركه السيماز الهيئه العربيه للتصنيع. ده ان شاء الله جاي قريب، لكن النهارده يا فندم كان يعني الناس كانت بتفطس من الحر، وكان في ناس جالها اغماءات من كتر الحراره. فيعني هل كان في اسعافات؟ هل كان في يعني الوضع في المترو صعب شويه النهارده؟ مش المترو، الوضع في مصر في كلها مصر صعب كلها شويه. ايوه، بس المترو طبعا عشان مكان مغلق يعني. ما هو حضرتك احنا بالنسبه لمترو الانفاق تم عمل صيانه بجميع وسائل التهويه بالقطارات والمحطات النفقيه، تم زياده المراوح بالقطارات القديمه اللي موجوده بالخط الاول للمترو، يتم الدفع بقطارات اضافيه في حاله الزحام والتكدس بالمحطات. عندنا رفعنا الطوارئ، تم رفع حاله الطوارئ بجميع نقاط الاسعاف الموجوده بالمحطات، عندنا حوالي 20 نقطه اسعاف بالخطوط الثلاثه، تم زيادتهم بمهمات الاسعافات الاوليه. وان شاء الله باذن الله احنا بنحاول ندرس، يعني الشركه بتدرس دلوقتي حاليا، اتعاقدت مع احدى الشركات الاسبانيه لدراسه كيفيه تركيب تكييفات داخل القطارات القديمه اللي هي في الخط الاول اللي هي القديم الخط والخط الاول. الثاني. بشكرك استاذ محمد عبد الاحمد عبد الهادي، متحدث باسم هيئه المترو.